صباح الخير لكل المشاهدين لليوم السبت 10 تشرين الثاني 2012. بقولوا كتر خير الله والله يزيد الخير والله يزيد علينا هالنعم، نعمة الشتي والمي، لأنه بلا المي ما في استمرارية. المي وجه خير، المي لازم تكون دايما موجودة، ونهيدي نعمة على كل بلد فيه منسوب مياه كتير كبير. وإن شاء الله على هال خير اللي شفناه بأول كم يوم شتويات عن جد جديين، إنه يكون منسوب المياه للسنة ما يخلينا نحس أبدا بالصيفية السنة الجاية. هي بالنسبة للبنان والمناطق المجاورة. بس ما بعرف ليه وقت تشت الدنيا منصير نشوف الجوار أكتر أو بتكتر أكتر. ما بعرف ليه وقت تشت الدنيا العجقة فجأة بتخلق على الطرقات، ما بتكون شايفينها قبل، ما بتكون قبل، ما بعرف شو بصير. يعني ليش الدولاب بصير يبرم اقل، او بصير في عجقه اكثر، او بصير واحد يدوبل عن الثاني، في شيء. بس ليك بتعرفوا ما بدنا نفكر سلبا، خلينا نفكر ايجابا. دائما نتعلم نبلش نهارنا عم نطلع بالميله المليانه بالكبايه، هيك بنشوف كل الدنيا حلوه. بس شوفوا المي اللي نازله من فوق، مثل ما بيقول كمان مثل، يا بارك الله اللي طالع من الارض اكثر من نازل من السماء. هيك صار هاليومين والخير لقدام. انا بتمنى انه تصحى ان شاء الله بكره هيك بفتره قبل الظهر كمان ليخلصوا الماراثون يلي هو بكره اللي تعودنا كل سنه نشوفه، الماراثون بشوارع بيروت، بشوارع المدينه وسوليدير وكل المناطق المجاوره على مساحه تقريبا ما يقارب 42 كيلومتر وشوي. هي الماراثون الكبير وبمشاركه كثير من العالم، ليقدر يشارك اكثر عدد قدر انه يحجز مكان له بالماراثون. صباح الخير للكل، صباح الخير لكل شخص انضم لنا هلا، وبقول لهم انه نهارنا طويل من هلا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، فقرات وضيوف، رح نحاول قد ما فينا نوصلكم المعلومات اللي لازم توصلكم. صباح الخير شيف. صباح الخير يعطيك العافيه لكل المشاهدين. الله يعافيك. اول شيء بدي اقول لك انه في كوكينج فيستيفال بالبيال انت شاركت فيه امبارح، واليوم شيف شادي على الساعه 2 كمان له 2 ونص شيف شادي اليوم. في بعد انفيتيشنز اللي بحب يروح يشوف شيف شادي. نعم. في شيفيه مشاهير كثير، يعني فيهم يروحوا يلتقوا الشيفيه. كوكينج كلاسز موجوده هونيك، بيسالوا عن ريسبيز، بيتذوقوا، او اذا عندهم اي اسئله تقنية عن الوصفات كمان فيهم. من 2:30 ل 8 ولا من اي ساعة؟ من ال 11 للساعة 8. نعم. وهيدا ثاني سنة بنعمل بيروت كوكينج فيستيفال بالبافيليون رويال. نعم. بيال. وكيف كانت المشاركة؟ رائعة. أنا بدي أتشكر كل اللي شاركوني امبارح بالسيشن اللي عملتها، وكانت كثير حلوة. شو عملت وصفة؟ امبارح كان دوري على الدرينكس، عملنا السحلب كيف بتحضر بالبيت. واكيد عملنا طريقه القمر، قمر الدين، وان شاء الله السنه الجايه اكيد في شغلات. ثانك يو لك شيف فيصل، احنا رح نشوفك خلال النهار بثلاث وقفات الله بريد مع ديزرت الغير شكل يلي محضر لنا اياهم. لكل المشاهدين نحن بنكون انه فقراتنا كثار، خلينا نشوفهم بهالفيديو وبنرجع معكم. بحلقه اليوم من عالم الصباح نتابع الابراج مع كارمن، الحلو بلبنان واول مؤتمر بيئي لمدينه الشويفات، اخر اخبار التكنولوجيا مع عامر باي نو والويندوز 8، على طريقك ضيوفنا بيعرفونا اكثر على السيجويز، ما بدها هالقد لما نعرف كيف بنتاقلم مع شغل او وضع ما بنحبه مع ميلاد، تي في شوبينج واغراض جديده ومفيده مع ندى، ضيوفنا لليوم من جامعه ال اي يو بيعرفونا اكثر على اليونايتد نيشن موديل، ورشه ملح على الكيك بالفواكه مع الشيف فيصل. رشة ملح مع الفواكه، يعني مع الكيك، يعني تخيلوا كيف رح يلتقوا. على كل حال نحن مستمرين معكم مثل ما بتعرفوا اول وقفه لانها تكون مع كارمي، ولكن قبل بقول لكم انه مش بس نتواصل معكم من خلال الشاشه انما من خلال كل الوسائل الميديا اللي ممكن تخلينا ناخذ اقتراحاتكم، تساؤلاتكم، واي سؤال تحبوا تطرحوه عبر الفيسبوك www.facebook/alam.alsabah وتويتر @عالم الصباح، عبر الويب سايت عالم الصباح @future.com.lb. نحن ناطرين اي شيء بتحبوا تقترحوه علينا، طبعا دائما بتواصل معكم. اما هلا نحن وياكم رح ننتقل على تحركات الكواكب مع كارمن، بدايتها مع الابراج وبعدها نعود للمتابعه. صبحكم بالخير. اليوم السبت 10 تشرين الثاني نوفمبر، القمر بعده مرفقنا من برج العذراء حتى الساعة 11:30 الظهر بتوقيت بيروت، بنتقل بعدها لبرج الميزان وبيقضي كل النهار وبكرة أيضا. الجو اليوم مفروض يكون حلو، الأبراج الهوائية، الميزان بالطليعة لأنه القمر موجود ببرجة، ثانيا عنا الجوزاء، وثالثا عنا مواليد برج الدلو. كيف رح بتكون أبراجنا اليوم؟ خلونا نبدأ ونشوف نهارنا كيف بده يكون على أساس القمر موجود طول النهار ببرج الميزان.
البداية مع برج الحمل يلي أول برج منه مبسوط بوجود القمر ببرج الميزان لأنه بيواجهه تماما بالدائرة الفلكية مثل ما مبين هون الميزان ومقابيله الحمل. الجو إذا معقول يحمل لمولود برج الحمل خلاف، جدال أو مواجهة معينة. انتبه من الأخصام، بعد عن المشاكل لحتى اليوم ما تتأزم، حاول أنك تلطف الجو وأيضا تتجنب أي منافسة بيكون أفضل. بيبقى الأكثر نشاطا مولود 15 و16 نيسان أبريل، واللي عنده تغييرات وتطورات مهمة حاليا هو 26 و27 أدار مارس. نكمل أبراجنا مع البرج الثاني يلي هو برج ترابي برج الثور. اليوم مولود برج الثور انشغالاته كتيرة، مشغول بحاله، مشغول بشغله، عنده يمكن مسؤوليات وواجبات هو عارف شو هي، لكن بتاخد من وقته، بتاخد من جهده، وبتاخد من طاقته. نهارك اليوم متعب، ويمكن حتى صحيا يكون عندك بعض المسائل يلي بتنشغل فيها. عمول حسابك اليوم مولود برج الثور نهار منه للراحة. وبعتبر المواليد الأكثر تعبا 24 25 و26 نيسان أبريل. مكمل أبراجنا مع البرج الثالث يلي هو برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الجو عنده اليوم بيحمل انفراج. مولود برج الجوزاء الجو اليوم بيحمل لك راحة، بيحمل لك يمكن لقاء، بيحمل لك علاقة اجتماعية عاطفية شخصية، أنا بعتبرها بناءة. في حظوظ بانتظارك، قوي قلبك، تجرأ اليوم وبكرة لحتى مولود برج الجوزاء تقدر تنطلق وتقدر توصل إلى شط الأمان. الأجواء حلوة، مهنيا قوي قلبك لأنه الحظ لا بأس به، وبتقدر توصل للي أنت بتريده، خاصة إذا كنت من مواليد 5 6 و7 حزيران يونيو. الحظوظ قوية جدا عندك. منكمل أبراجنا ومننتقل للبرج الرابع يلي هو برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان أصلا لازم ناخد الصورة الكبيرة يلي هي مشرقة وجيدة جدا، الشمس عندك واضحة تماما، لذلك ما في ضرورة لحتى تخاف من هالشهر، هو شهر كتير حلو. نعمل زوم على هالنهار منلاقي مولود برج السرطان مشغول ببيته بحاله. عطلة الأسبوع رح بتكون عائلية، رح بتكون شخصية، أو رح بتكون قاعد بمكان نوعا ما صغير، ما في كتير ضجيج، ما في مجموعات كبيرة. بيحاول مولود برج السرطان يهتم بعائلته ويهتم بحاله، إن كان صحيا أو يمكن حتى منزليا. بيعتبر المولود الأكثر حظا من غيره اليوم هو مولود 7 8 9 و10 تموز يوليو. منكمل أبراجنا ومننتقل للبرج الخامس يلي هو برج الأسد. جو حلو لا بأس به عند مولود برج الأسد، في نشاط، في حركة، بيطلع من حالة الركود، بيطلع من حالة الروتين، بيطلع من حالة الزهق. عنده كم فكرة حلوة، يمكن بيحاول يدخل رفقاته بالمشروع أو بأهله أو عائلته يدخلها بالمشاريع، في عنده حركة، أفكاره لا بأس بها، بالعكس تماما ضروري تشغلها وتركز عليها. مولود برج الأسد بعتبرك اليوم نشيط وديناميكي، حتى الجو الاجتماعي اللي أنت موجود فيه، أنت حضورك اليوم بيحرك كل الأمور. بعتبر الأكثر نشاطا مولود 17 18 و19 آب أغسطس. ننتقل للبرج السادس يلي هو برج ترابي برج العذراء، يلي القمر ببرجه حوالي بعد ساعة تقريبا من بعدها ينتقل لبرج الميزان. اليوم برج العذراء بعتبره من الأبراج القوية، حتى لما القمر بينتقل للبرج الثاني من بعد برجنا بتضل الظروف قوية وداعمة، لكن نوعا ما بينتقل مولود برج العذراء إلى انشغالات أخرى، انشغالات مالية، انشغالات اقتصادية، بلش يعمل حساباته، بيشوف شو عليه، شو المدفوعات المضطر يعملها، ببلش يفكر باستثمار، ببلش يفكر انه يصرف مصاري، بحس حاله مرتاح يمكن ماديا، ويمكن اليوم لانه عطلة اسبوع وبكرة ايضا يحس حاله انه يمكن نزلته على السوق، او يمكن مصاريفه الاجتماعية يمكن شوي زايدة، لذلك عمول حساباتك. الجو معقول كتير يحمل لك ربح ومكاسب. وبعتبر المولود الأكثر حظا مولود 31 آب أغسطس و1 أيلول سبتمبر. نكمل أبراجنا مع البرج السابع يلي هو برج الميزان. مولود برج الميزان القمر ببرجك اليوم وبكرة، قضيت يومين ثلاثة شوي صعبين. اليوم مولود برج الميزان شخص تتوضح له الصورة، تتوضح الصورة، تتوضح الفكرة، وحابب انه يغير بشيء معين، حابب انه يكون جريء نوعا ما. هالتردد اللي انت بتعيشه احيانا يمكن اليوم ما تحس فيه، يمكن غيرك ما يحس فيه،
من قبلك. بالتالي اليوم مولود برج الميزان يمكن يدخل لحياته شيء جديد، يمكن طلة جديدة، مظهر جديد، قرار جديد، يمكن حدا يتلفن لك ويعطيك خبر، يعني اليوم معقول تفرح بشيء جديد. وبيبقى الأكثر حظا أكثر من غيره 7-8-9 أكتوبر، وفي بعض الظروف الحلوة عند مواليد 10 أكتوبر. منكمل أبراجنا ومننتقل للبرج الثامن يلي هو برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب يعني وكأنه عطلة الأسبوع رح بتكون هادية، ما فيها كتير عجقة، ما فيها كتير صخب، يمكن تزهق، وبالتالي ضروري تعرف حالك كيف بدك تتسلى بهالأسبوع، وإلا فعلا بتمر عطلة الأسبوع وما بتكون استفدت منها. مفروض بفترة الراحة أو فترة الأسبوع عطلة الأسبوع الإنسان يشحن حاله بطاقة إيجابية، فانتبه، انتبه من المشاكل، انتبه من الزهق، انتبه من الضجر بعطلة الأسبوع. حاول مولود برج العقرب اليوم أنك تكتفي بأمور روتينية بسيطة بتسليك وأيضا ما بتتعبك. انتبه أيضا على حجوزاتك لأنه معقولة تلتغى أو يمكن تخيب لك أمالك. الأقل حظا 26-28 أكتوبر. منكمل أبراجنا مع البرج التاسع يلي هو برج الناري، برج القوس. بالنسبة لبرج القوس بتتحلق حل شوي الأمور بعد ساعة تقريبا من هلأ. مولود برج القوس الجو عندك بيصير لطيف أكثر اجتماعيا، وبتحس وكأنه في حدا عم بيشجعك، حدا عم بيتعاطف معك، حدا عم بيشعر معك وعم بيساعدك. أحسن شيء بتعمله تحط حالك بسيارة أو تروح تنضم لمجموعة كبيرة بناسبك اليوم العجقة والضجة والصخب. ما تبقى لحالك وما تهمهم، أنت بحاجة لأصدقاء أو إلى أهل حتى يوقفوا لجانبك. وبعتبر المولود الأكثر حظا 27-28-29 نوفمبر تشرين الثاني، كونوا حذرين جدا من السرعة المجازفة 15-18 كانون الأول ديسمبر. مكمل أبراجنا مع البرج العاشر، وصلنا هلأ للبرج العاشر يلي هو برج ترابي، برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي الجو عندك اليوم بيحمل طاقات كتير حلوة، بيحمل فرص كتير مهمة، لكن إذا أنت بدك ترتجل، بدك يمكن تهمل هالواجبات، بدك تتناسيها، معقول تسبب لحالك تراجع أو تخسر فرصة ثمينة. الجو اليوم كتير مهم بالرغم من التوتر، معقول توصل، معقول تتقدم، ويمكن تحتاج إلى زميل أو إلى شخص أو جهة معينة عندها نفوذ لحتى تتخطى اليوم عقبة معينة. وبعتبر الأكثر نشاطا اليوم هو مولود شهر ديسمبر كانون الأول. نتابع أبراجنا لأنه وصلنا هلأ كمان للبرج التاسع، برج رقم 11 هو برج الدلو. بيرتاح اليوم مولود برج الدلو من الأبراج لأنه هو برج هوائي، القمر موجود ببرج الميزان الهوائي، وبالتالي في عندك اليوم حركة إيجابية. اليوم بعتبر مولود برج الدلو عنده متنفس، عنده قدرة لحتى يسيطر على الأمور، لحتى يتحرك بالطريقة وبالاتجاه اللي هو بريده. في تجربة جديدة أنت حابب أنك تخوضها، وبالتالي ما غريب اليوم ينطرح علينا أو تطرح علينا أنت مولود برج الدلو هالفكرة أو هالمشروع. إيجابيات اليوم بانتظارك، فقوي قلبك. وبعتبر الأكثر حظا 3-4-5 شباط فبراير، بدي أضيف عليهم نسبيا مولود 8-9 شباط فبراير. من كامل أبراجنا بنوصل طبعا للبرج الأخير معنا اللي هو برج الحوت. مولود برج الحوت بيرتاح لما القمر زيح أو رح يزيح عن برج العذراء، تختفي معه المعاكسة، تختفي معه المجازفة، تختفي معه أيضا العداوة والخصومة. بيرتاح، بيرجع نوعا ما بيسيطر على الوضع، أعصابه بترجع ترتاح، بصير في ركز بصورة أفضل. الأجواء عندك أنا بعتبرها اليوم إيجابية واعدة وحلوة، ما تتأخر، ما تتراجع عن أفكارك الحلوة اللي لقيت دعم لها واللي أنت شاغلها. أجواء حلوة، يمكن تطلب منك اليوم تسير شوي نتفي، تطول بالك، تسامح نتفي، تكون متسامح أكثر مع غيرك، وما ضروري تفرض رأيك اليوم، رأي الأكثرية يمكن أفضل. بعتبر الأكثر حظا اليوم 23-24 شباط فبراير، واللي عنده حظ لا بأس به كمان هو 8-9 أدار مارس. نختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم بانتظاره سنة مهمة، سنة جيدة جدا، لكن هيدي السنة رح تشتغل فيها أكثر على حالك، على مؤهلاتك، شهاداتك، مؤتمرات، ورشات عمل بتشتغل فيهم، كل هالأمور هيدي بتغنيك، بتغنيك داخليا لحتى السنة اللي جاية بتنطلق بصورة أفضل. شهر تشرين الثاني نوفمبر، مارس أدار، وتموز يوليو هني أفضل الأشهر. هيدي إذا كانت الأبراج لليوم، أتمنى لكم نهار حلو، نهار موفق، بنرجع نلتقي بكرة إذا الله راد مع أبراج جديدة، باي باي.
نحن كمان كارمن بنتمنى لك نهار حلو لكل المشاهدين، ان شاء الله تكون كانت الابراج على ذوق. كون الحلو بلبنان بعد هالوقفه، الحلو بلبنان فقره بيئيه. اليوم رح نحكي عن اول مؤتمر بيئي صار بمنطقه شويفات. تخيلوا منطقه شويفات مساحتها اكثر جغرافيا، عم نحكي من بيروت بكيلومتر، يعني تخيلوا قد ايه المنطقه كبيره، قد ايه بحاجه للاهتمام البيئي. الحلو بلبنان بعد هالوقفه، خليكم معنا.